وينضم إلينا عبر الهاتف الآن السيد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس. سيد طاهر أحييك على الجزيرة مباشر. إذن وقف إطلاق النار بدأ، احتفالات في شوارع قطاع غزة، أريد أن أستمع لتعليقكم المبدئي على هذه المسألة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، من حق شعبنا الفلسطيني أن يحتفل في قطاع غزة، وهو قد واجه هذا الصلف، هذا العدوان، هذه الجرائم الإسرائيلية بثبات، بإرادة المقاومة، بوحدة المقاومة، باحتضان الشعب الفلسطيني لهذه المقاومة في هذه العملية التي أعلنتها ثأر الأحرار، للتأكيد أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يصمت على سياسة الاغتيال، أن الشعب الفلسطيني يدافع عن أبنائه، أن دماء شعبنا ليست لقمة سائغة أمام الاحتلال يستبيحها في أي وقت يريد. وبالتالي قالت المقاومة كلمتها بوحدتها في غرفة العمليات المشتركة بالقتال الذي استمر هذه الأيام الماضية من الأجنحة المسلحة عبر هذه الوحدة، وخاصة إخواننا في سرايا القدس. طيب، بالنسبة للاتفاق وقف إطلاق النار، هل شاركتم في بلورته وفي التوقيع عليه في القاهرة سيد طاهر أنتم في حركة حماس؟ لقد كانت قيادة الحركة تتابع ولحظة بلحظة وعلى في حالة اجتماع دائم طوال الأيام الماضية، تتابع الميدان، تتابع الاتصالات السياسية في حالة تنسيق مستمر مع قيادة الجهاد الإسلامي حول كافة التفاصيل وحول هذه القضية. الشعب الفلسطيني هو ونحن معا وسويا في كافة اللحظات، في كافة المواجهة لهذه العملية ثأر الأحرار التي أدارتها كما قلت غرفة العمليات المشتركة. وبالتالي هذا الاتفاق أعلنت عنه غرفة العمليات المشتركة بوحدة تامة من الجميع، وكما قلت أن أهم ثلاث عناوين كانت خلال هذه المواجهة هي إرادة المقاومة ووحدة المقاومة والاحتضان الشعبي لهذه المقاومة، والذي تجسد حتى في الاتفاق وفي كل مراحل المواجهة مع الاحتلال. هل تم التأكيد على مسألة سياسة الاغتيالات وعدم إقدام الاحتلال على مسألة سياسة الاغتيالات مرة أخرى، خصوصا لقيادات الحركة، يعني لقيادات المقاومة بشكل عام، وكما رأينا لقيادات الجهاد الإسلامي بشكل خاص؟ لقد حاول الاحتلال من خلال عملية الاغتيال أن يخلق معادلة جديدة، وهي أن يكون القطاع وتكون دماء الشهداء مستباحة لغدره، ولكن في النهاية الآن وقف إطلاق النار يعني كوقف كافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، والضمانة الحقيقية في هذا هو قدوة المقاومة وقدرة المقاومة. هي الرسائل التي أوصلتها للجميع بأنه لا يمكن السماح لهذه المعادلة أن تمر، وبالتالي توازن الردع الذي خلقته المقاومة في هذه المعادلة وفي سابقاتها وفي هذه المعركة وفي سابقاتها هو الذي يفرض على الاحتلال هذه القضية. وبالتالي عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار هو وقف ملزم لكافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني، وإذا ما اخترق الاحتلال وهذه طبيعته الغدر الدائم، أيضا المقاومة له بالمرصاد وتعرف كيف تتعامل مع أي خروقات للاحتلال وأي تجاوزات يمكن أن يقوم بها هنا وهناك. فصائل المقاومة كانت هي يعني البادية بمسألة الحديث عن الهدنة وعن إيقاف إطلاق النار أم الاحتلال الإسرائيلي سيد النون؟ نحن ندرك أن هذه جولة من جولات الصراع مع الاحتلال لا تنتهي إلا بانتهاء وزوال الاحتلال بشكل كامل، وبالتالي منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها العدوان كان الجميع يدرك أن هناك لحظة يمكن أن يقف فيها. من بادر هو الأطراف المقدرة التي عملت و
تحركت لوقف أو استعادة الهدوء ووقف إطلاق النار. ونخص بالذكر هنا الأشقاء في مصر، الأشقاء في قطر، وكذلك كان هناك جهود من الأمم المتحدة كانت المبادرة لاستعادة حالة الهدوء ووقف إطلاق النار، والتي تجاوبت معها الفصائل الفلسطينية، وبالنهاية انتهت بهذا الاتفاق الذي أعلن عنه هذه الليلة. هل سيكون هناك للفصائل المقاومة، لحماس، للجهاد، رؤية مختلفة في الحفاظ وفي حماية يعني القادة الميدانيين، خصوصا أن البعض رأى أن هذه الجولة كان هناك سقوط لعدد من قيادات يعني الجهاد الإسلامي أكثر حتى من الجولات السابقة؟ سيد طاهر، يعني نحن ندرك أن في كل جولة يكون هناك شهداء ويكون هناك تضحيات، وهذا أمر طبيعي. بالتأكيد أن الدروس الميدانية تكون مستفادة، وفي كل مرة يكون هناك دراسة لطبيعة ما حدث وكيفية تجاوز ما حدث والاستفادة من الاستخلاصات الميدانية والسياسية ودراسة هذه الحالة. بالتأكيد سيكون هناك دراسة لما جرى ومحاولة تجنب إن كان هناك بعض الثغرات أو هنا أو هناك، ولكن نحن ندرك أن هذا طريق طويل. من الطبيعي أن يكون هناك شهداء يستطيعهم الله عز وجل ويكونوا يعرفوا أن هذا هو المصير في النهاية على هذا الطريق من التضحية، وبالتالي نحن على قناعة أنه إذا ارتقى بنا قائد فهناك 1000 قائد يمكن أن يخلفه، فالشعب الفلسطيني شعب معطاء ولديه القدرات الكثير. يعني أنا طرحت هذا السؤال أكثر من مرة، لكن دعني أطرحه أيضا هذه المرة. في فكرة أن حماس يعني لم تنزل بقوتها في هذه المعركة، لعل البعض يعني يحاول أو بشكل أو بآخر أن يرمي هذا الطرح لأسباب مختلفة، هل هذا صحيح أم لا؟ يعني الحديث عن حماس شاركت، حماس لم تشارك، كان هناك إدارة مشتركة تحت عنوان غرفة العمليات المشتركة، كان هناك عملية اسمها ثأر الأحرار قادتها المقاومة باقتدار وقادتها بهذه النتيجة التي انتهى إليها هذا المشهد، وهي نتيجة مرضية لشعبنا. والآن نحن نرى أبناء الشعب الفلسطيني يحتفلون بهذا. التنسيق كان لحظة بلحظة، والتعاون والتكامل مع إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي لحظة بلحظة. لذلك هذه القضايا وهذه التفصيلات هي تفصيلات داخلية، وهي تفصيلات في داخل غرفة العمليات المشتركة وضمن التكتيكات القتالية والتكتيكات السياسية، ولكن بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني بمقاومته الموحدة خاض هذه العملية وخاض الدفاع عن شعبنا والثأر للشهداء. سيد طاهر نونو المستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من رام الله سيد منذر الحايك المتحدث الرسمي باسم حركة فتح. سيد منذر أحييك، وأريد أن أستمع لتعليقك ابتداء على مسألة وقف إطلاق النار، دخول حيز التنفيذ الآن في قطاع غزة أو بين فصائل المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحيي شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة التي واجهت العدوان وطائرات الحقد الصهيوني، واجهت نتنياهو الذي صدر أزمته باتجاه الدم الفلسطيني في قطاع غزة، وأنا من قطاع غزة، من أجل أن يحصن ائتلافه الحكومي. هو قتل الأطفال والشيوخ والنساء من أجل أن يقول لبن غفير ولسموتريش وللمدرسة الدينية الصهيونية الجديدة أنه قادر على أن يمتن الائتلاف الحكومي، هربا من القضاء الإسرائيلي وقضية الفساد التي تلاحقه، والتزاما وانصياعا للتلموديين الجدد بن غفير وسموترش. نحن في حركة فتح بالتأكيد نرحب بالاتفاق الذي رعته جمهورية مصر العربية، والتي يعني نعتبره أو الذي نعتبره هو انحياز
لوقف نزيف الدم، دم الأطفال والشيوخ والنساء، لأن طائرات العدو عندما قصفت غزة هي قصفت بيوت الآمنين، هي قصفت غرف النوم فقتلت الأطفال وقتلت النساء. ولذلك بعد 5 أيام وهذه المقاومة الشجاعة التي تصدت لهذا العدوان المجرم، بالتأكيد نحن ننحاز للتهدئة من أجل وقف نزيف الدم ووقف نزيف والاعتداءات والقصف. نحن أمام مدرسة تلمودية صهيونية نازية جديدة تريد أولا أن تفصل القطاع والاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي، كما تم الاستفراد بكتائب شهداء الأقصى في نابلس منذ نيسان أبريل الماضي عندما قتلوا الشيشاني والعزيزي والنابلسي والمسلط والمصبح والدخيل وكل هؤلاء الشباب. لكن الميدان أكد غير ذلك، الميدان أكد أن الوحدة الوطنية والميدان هما أساس لمواجهة هذا العدوان الإجرامي، عدوان بربري. ولذلك نحن بالتأكيد نرحب كما قلنا بالاتفاق، ونشكر الشقيقة مصر، ونشكر كل الخيرين الذين تدخلوا لوقف العدوان على قطاع غزة. ومرة ثانية نحن نقول نحتاج الآن إلى استخلاص العبر ومراجعة التجربة ومراجعة كل حساباتنا. نقول كما توحدنا في الميدان وكانت حركة فتح حريصة على النسيج الاجتماعي وعلى الجبهة الداخلية وعلى الحاضنة الشعبية، وقمنا بتمتين الجبهة الداخلية، نؤكد أننا يجب أن نكون حريصين على الوحدة الوطنية والوحدة السياسية. بعد أيام قليلة سنكون في الأمم المتحدة وسيكون خطابا فلسطينيا من أجل أن نقول للعالم عن الحقيقة الفلسطينية، والعالم يدرك تماما بعد 75 عام من النكبة، يدرك أن الشعب الفلسطيني تعرض لظلم تاريخي. لكن للأسف الشديد العالم كمان هو صامت وعاجز وساكت ومنهم متواطئ، وأنتم تعلمون أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالاعتداء على غزة. وللأسف هناك كان إفشال لمشروع قرار من بريطانيا وأمريكا في مجلس الأمن لإدانة الاعتداء على غزة. إذن يجب أن نتوحد في مواجهة كل هذه المشروعات التصفوية لنقول للاحتلال أننا شعب واحد نقاتل بكل قوة. وبالتأكيد ما حدث في 5 أيام هو مهم جدا، يجب أن نراكم عليه ويجب أن نستخلص العبر، وأن نقول مرة ثانية أن الوحدة الوطنية ضمان لمشروعنا ولاستمرارنا ولنضالنا، وحتما بإذن الله سننتصر. السيد منذر الحايك المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، كنت معي عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا لك.